الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طبعا في هذه الأيام أفضل أيام الدنيا أيام العشر، العشر من ذي الحجة. في هذه الأيام يعني تأتي كثير من الأسئلة، بعض النساء بيسأل يعني ربما يأتيها الحيض في هذه الأيام، فلا تستطيع أن تصوم ولا تستطيع أن تصلي. طبعا هذا شيء رغما عنها، ليس بإرادتها. وأيضا تسأل وتقول يوم عرفة، طب هذا الأجر، كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم عرفة، صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة قادمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب تعمل إيه علشان تأخذ نفس الأجر، تأخذ أجر هذا اليوم، صيام هذا اليوم، وهي عندها هذا العذر؟ فنقول أن الله تبارك وتعالى لم يحرمها من أي شيء. تستطيع أن تفعل ماذا يعني حتى تأخذ نفس الأجر كاملا؟ تستطيع أن تفعل ماذا هذه المرأة الحائض؟ تستطيع أن تفطر صائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. يعني لو هي فطرت واحد قريب يعني، أو فقراء مساكين، أو فطرت مثلا صديقة ليها تكون صائمة، تأخذ نفس الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك وهم راجعين، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لقد تركنا أناسا في المدينة ما سلكتم، ما سرتم مسيرا ولا سلكتم شعبا ولا واديا إلا شاركوكم الأجر. فقالوا كيف ذلك يا رسول الله، إحنا بنجاهد في سبيل الله وكذا وكذا، ودول قاعدين في المدينة، كيف ذلك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حبسهم العذر، حبسهم العذر. فالإنسان يؤجر بنيته. وطبعا هي تستطيع في هذه الأيام، أيام العشر، أن تدعو، أن تستغفر، كثرة الذكر، أن تقرأ القرآن على قول السادة المالكية رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم. فيعني أفعال الخير كثيرة جدا حتى لا تحرم نفسها من الأجر في هذه الأيام. فهي وإن كانت منعت من شيء بسبب هذا العذر، فتستطيع أن تعوض هذا الأمر بنيتها، وأن في يوم عرفة بالذات وبالأخص أن يعني تفطر بعض الفقراء أو بعض المساكين أو بعض الأصدقاء. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا فضله، وأن يوفقنا إلى الطاعات وإلى ترك المنكرات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. موقع الجنة، طريقك إلى الجنة.